تلقى حزب الله المدعوم من إيران ضربة في الانتخابات البرلمانية اللبنانية بعد أن أظهرت النتائج الأولية تعرض بعض من أقدم حلفائه لخسائر، ومع إعلان حزب القوات اللبنانية الموالي للسعودية حصوله على مقاعد. ومع استمرار فرز الأصوات لم تظهر التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا، ويذكر أن جماعة حزب الله الشيعية والمدججة بالسلاح وحلفائها حصلت على أغلبية 71 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018، وتعد هذه أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان، والذي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، وبعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. ومن أقوى المفاجآت التي شهدتها الانتخابات خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان مقعده لصالح مارك ضو الوافد الجديد الذي يعمل وفق أجندة إصلاحية، وذلك حسب ما قال مدير الحملة الانتخابية لضو ومسؤول بحزب الله. وقد أشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن 5 مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي ومحاسبة الساسة، المتهمين بالتسبب في وقوع لبنان في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1975.